السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبير ناجي من عالم بيرو، والنهاردة جبت لكم الكوليكشن الجامد جدا بتاع الشنط ده، احدث انواع الشنط اللي نازلة في السوق واللي تتراوح اسعارها ما بين 19 جنيه وسبعتاشر جنيه في الجملة. الشنطة اللي انتوا شايفينها ديت 70 جنيه في الجملة. وعايزة اقول لكم على حاجة، الجميل جدا في المكان اللي انا جايبه لكم النهاردة دوت، اللي هو الجوكر ميمس، وهقول لكم على عنوانه في اخر الفيديو، ان هو بيعمل لكم جمله من 6 قطع. يعني عنده حاجات ب 10 جنيه، ب 15 جنيه، اللي هي محافظ صغيره او بوكات صغيره تقدروا تكملوا بيها اوردر الشنط وتجمعوا شنط اوردر انتوا واصحابكم واخواتكم. اللي انتوا شايفينها ديت ب 25 جنيه جمله، ورخيصة جدا طبعا، حجمها مش كبير، هي يعني كروس كده. واللي كانت قبلها بنفس السعر برضك، تقدروا تجمعوا زي ما قلت لكم 6، انتي واختك او انتي وبنت خالتك واختك، وتجيبوهم جملة مع بعض الستة، ودي برضو بنفس السعر يا جماعة 29 جنيه. ومش لازم بقى تاخدوا 6، انتوا ممكن تاخدوا بوكات صغيرة ببقية المبلغ. اللي انتوا شايفينها ديت برضو ب 23 تقريبا جملة، رخيصة جدا وتناسب الاطفال كمان، والبنات المحيرة، وكروس للكبار سوق او كده. اللي انتوا شايفينها ديت دلوقتي ب 79 جنيه، طبعا حلوة جدا وسعرها لقطة، هتلاقيها بتتباع في اي محل مش اقل من 120 جنيه. هو بصراحة عشان لانه هو مصنع جلود ومصنع ملابس فاسعاره رهيبة. اللي انتوا شايفينها دي برضو ب 70 جنيه، مش هتلاقوا حاجة بتعدي ال 70 او ال 79 بالكتير خالص. برضو زي ما قلت لكم نفس الكلام، تقريبا 79 جنيه. واللي بعدها هي نفس، بصوا كل صورة جمعت لكم فيها تقريبا الموديلات كلها مع بعض، ديت برضو ب 80 جنيه، 79، ده اغلى حاجة في الاسعار. ديت تقريبا ب 25 جنيه، ودي ب 23، هما اتنين مع بعض. خلي بالكو دي اللي بقفل غير التانية. هنزل لكم اللينك بتاع الصفحة في الديسكريبشن، السهم او جنب العنوان هتدوسي عليه حضرتك، هتنزلي على صندوق الوصف، هحط لك فيه اللينك بتاع القناة بتاع الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. بصوا التحفة ديت ب 59 جنيه، شايفينها الموديل الابل والوانه، دي نفس الحكاية تقريبا 65 جنيه او 67 جنيه على ما اتذكر. حاجات حلوة قوي الوانها ديت نفس الكلام، الموديل ده برضو تقريبا في حدود 75 تقريبا، الموديل ده في حدود 65، والوانه كلها موجودة. الجوكر ميمس دوت يا جماعة مكتب ومحل، ده في دار السلام قصاد المترو، للناس اللي قريبة من دار السلام اكيد عارفاه، واللي مش عارفه ونزل هناك هيسأل عليه، سهل جدا. ده في حدود 40 جنيه الشنطة اللي انتوا شايفينها ديت، وديت في حدود 59. اسعاره صراحة خطيرة جدا يعني، والجميل انك تقدري تجمعي من 6 قطع جملة، يعني ممكن تاخدي 4 شنط وتاخدي الباقي بوكات او كياس. طبعا عنده كيسات تحفة جدا، دي ب 19 جنيه اللي قلت لكم عليها، في حاجات عنده ب 19، دي ب 19 جنيه، اللي قبليها كانت ب 23. الموديل الجديد دوت كروس كده، ينفع قوي البنات المحيرة، ينفع الستات اللي عايزة حاجة سريعة وبسيطة كده على قد التليفون وحاجات بسيطة. بصوا الوانها تمام، ودي في حدود برضو 59. بصوا الوانها كلها وجميلة زي ما انتوا شايفين، برضو الموديل ده في حدود 70 تقريبا. بقول لكم في حدود لان انا دلوقتي بقول لكم الاسعار من الذاكره اللي انا شفتها، بس كلها تقريبا زي ما انا قلت لكم، دي ب 23، بس الوانها كلها جميله وتحفه. ازاي تنسوش بقى تنزلوا على الصندوق